وفيت يا فاروق، يمكن مش هلاقي كلام اكتر من اللي انت قلته. يمكن ده بحكم معرفتك الشخصيه بيه، ولكن من ناحيه ان انا واحده من جمهور، واحده من الناس اللي بتحب تتفرج عليه، واحده من الناس اللي شافت قد ايه هو كان بني ادم وفنان مجتهد وبيسعى وطول الوقت بيطور من نفسه، وطول الوقت بيحاول يعمل الادوار بتاعته بشكل مختلف، وباين قد ايه ان هو فعلا عنده شغف حقيقي. يمكن الخبر النهارده كان صادم لكل الناس، مش بس موضوع انه مات فجأة، ومش بس موضوع ان هو ما كانش تعبان، او ان هو ما كانش مثلا ناتج عن حادثة او عن اي شيء، ولكن الناس مصدومة في وفاة مصطفى درويش بشكل كبير جدا. الناس اللي على معرفة شخصية بيه، والناس كمان اللي ما تعرفوش، مش مستوعبين الفكرة. وبرضه مش عشان هو لسه صغير، طبعا ما فيش حد صغير على الموت، بس الناس فعلا حبته، الناس اتعلقت بيه. مشواره يمكن ما كانش طويل قوي، او ما لحقناش ان احنا نستمتع بيه وباعماله اكتر من كده، ولكن الناس اتعلقت بيه قوي، وتعلقت بطريقته، وتعلقت بتمثيله في فتره قصيره جدا. ويمكن كمان الجانب اللي انت قلت عليه، جانب الاعمال الخيريه، ده ما كانش ظاهر، وهو ما كانش بيحب يعلن عن ده، ولكن بعد وفاته لقينا انه ناس كتير اتكلمت قد ايه ان هو كان بيساعد، سواء في حملات إفطار أو جزء كبير من المطعم بتاعه زي ما انت قلت، كان اللي معاه واللي ما معهوش يقدر ان هو ياكل. وقت أزمة كورونا كان برضو بيعمل أعمال خيرية كتير من غير ما يقول عن ده. الفنانين، الناس اللي اشتغلت معاه واللي ما اشتغلوش معاه، كل الناس طبعا معانا صور اهي من صلاة صوت الجنازة. الجنازة، ربنا يرحمه يا رب. انتوا متخيلين كم الناس اللي موجودة؟ يعني هو باين عليه، وباين على وشه، وباين على سماته قد ايه ان هو انسان جدع وابن بلد وراجل وخير، زي ما اتفاجئنا كلنا او زي ما عرفنا بعد خبر وفاته. مش عارفة اقول ايه، ولكن يعني بجد بجد الناس موجوعة من قلبها، والناس زعلانة جدا جدا جدا، وانا من الناس دي موجوعة جدا من ساعة معرفة الخبر. ربنا يا رب يرحمه، ويجعل كده كل يا اعماله رب. الحسنة في ميزان حسناته يا رب، امين يا رب. ويصبر اهله كده، ويصبر كل محبينه. طبعا يعني الذكرى الجميلة في الموضوع ده دايما لينا السيرة الطيبة، حتى في صلاة الجنازة شفنا أعداد كبيرة ما شاء الله، يعني حاضرة صلاة الجنازة وكلهم بيدعوا له بالرحمة، وإن شاء الله يكون في مكانه أفضل بإذن الله. عدد من الفنانين كانوا مشاركين النهاردة طبعا في صلاة الجنازة، سواء كان من الوسط الفني وأيضا من الأوساط الأخرى يعني. لكن بنتكلم في الآخر، إحنا كلنا سواسية، بنيجي في لحظة الموت كلنا سواسية، كلنا بنيجي ان احنا بندعي دعوة كويسة. بلاش يا جماعة دايما ناخد بالمظاهر الخداعة والكدابة. يعني ايه؟ يعني اصل دايما انا بشوف على السوشيال ميديا بعض الناس يشوفوا صورة لاي حد، سواء كان شغال في الميديا بره الميديا، ما الموضوع ايه؟ اصل ده كان شغال مش عارف في الفن، اصل ده مش عارف بيعمل ايه. ما هو يا جماعة في الاخر بني ادم، البني ادم ده في الاخر ليه اعماله الصالحة واعماله الطيبة والاعمال بتاعته اللي كان بيعملها في الدنيا، يمكن اللي البعض كان يعرف عنها اشياء كتيرة، والبعض الاخر ما يعرفش ولا يبقى عنده علم عنها خالص. فكل واحد في حتة بينه وبين ربنا كده سبحانه وتعالى محدش ممكن يعرفها بشكل كبير.